بقول لك ايه يا اخويا؟ ايه؟ انا عايز اخد رايك في موضوع كده شاغل دماغي. ماشي، خدي رايي. موضوع ايه؟ البت زي ما انت شايف كده نفسيتها وحشه، انا قلبي واكلني عليها قوي. ما يغركش الزعيق ده، دي حته من قلبي. والواد المحروق ده حاططها في دماغه، نقعد نتفرج عليها ونسيبها كده وهي بتروح مننا؟ لا، ايدي على كتفك. البت دي غاليه، واختي الغاليه لو طلبت عينيا هديها لها. ما انا عارفه يا اخويا، عارفه انها غاليه عليك، ده العشم برضه. بس انا بقول نسك على موضوع الواد ده ونجوزها. يوم ما الله يرحمها ما كانت بتقول ما ينسيش الست الراجل غير راجل تاني. صح صح، وان شاء الله ربنا قادر يا كريم يبعت لها عدالها يا رب. بس انا يعني كده يعني حاسس ان في كلامك حاجه، وشامم يعني في كده ريحه، يعني عايزه تقولي حاجه. ها صح، وماله كلامي يا اخويا؟ مش مريحني يعني. انا كلامي كله عدل، انت اللي دماغك معوجه. وبعدين انا عايزه مصلحتها. هي دي. ايوه، مصلحتها. مصلحتها ايه بقى؟ بص من الاخر كده، انا في عينه من البيت. عينه من يعني ايه عينه من البيت؟ يعني عايز يتجوزها وبشرتنا واللي نعوزه على مزاجنا. لحد كده وكفايه نعناعه. اسمعي، البت اللي جوه دي بنتي، مش بس اختك، وانا لا يمكن اخليكي تعملي اللي في دماغك يا نعناع. انت فاهمه؟ بتبيعيني يا نعناع؟ عاوزه ترمي اختك الحنفي عشان شويه بضاعه وفلوس؟ يا لهوي، يا ريت وداني اتسدت وما سمعتش حاجه زي كده. انا ارميكي يا بت؟ يا بت انا مش عايزاكي تخيبي خيبتي. يا بت ده اللي زينا بيتلطش في الدنيا وتطلع عينيه عشان يلاقي هدمه تستره وباب يتقفل عليه. خيبتك انا ماليش دعوه بيها. مين قالك ان انا عايزه هدمه تسترني ولا بيتي تقفل عليا؟ ولا انت بقى زهقت مني وعايزاني امشي من البيت؟ انا ممكن امشي عادي. انا زهقت منك يا هبله؟ تتجننتي يا بت؟ اخسى عليك، اخسى عليكي يا فل، دي كلمه برضو تطلع من بقك؟ طب وحياه النبي واللي نبى النبي، انا ما عايزه غير مصلحتك. مصلحتي؟ لا مصلحتي انا اقدر بيها كويس. خليكي انت بقى في مصلحتك اللي انت مش شايفه غيرها. طب والله انا ما عايزه غير مصلحتها. الله يسامحك يا فل. فلة، في ايه قلقتين؟ ايه ده، انت بتعاطي ولا ايه؟ الكلام اللي قالته النعناع ده صحيح؟ ما ترد، اتخرست؟ طب ايه ده، طب عشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ هي كلمه ورد غطاها. الكلام اللي قالته ده صح؟ انا بس عايز شويه وقت لحد ما الدنيا ترسى عشان اعرف الدنيا فيها ايه. ترسى ليه؟ هو انت ما كنتش راسي؟ انت كنت بتتسلى بيا؟ انا عمري ما اتسليت بيك يا فل لو انت عارفه. لا انا ما بقتش عارفه حاجه. حنفي متقدم لي والموضوع على هوا نعناع وهي موافقه. حنفي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده ادبوك يا بنتي. وبعدين يعني انا فاكراكي بتضعف في الكشك هتبيعي وتشتري فيكي. لا هو لو حد باعني فهو انت يا تيتا. شويه صبر، شويه تضحيه يا فله. ما تضحي انت يا ابني، انا قبلك زي ما انت وراضيه بحالك ومستعده ابيع الدنيا كلها عشانك، وانت عارف. بس اطمن بس انك عمرك ما هتخوني. انا عمري ما اخونك يا فله، بس كل حاجه محتاجه ترتيب ووقت. الخيانه مش بالضروره تكون مع واحده يا تيتا. انك تسيبني في وش الريح عريانه من غير ولا ظهر ولا سند، دي برضه خيانه. انا تعبت يا رب، تعبت يا رب يا رب. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.